الطائر للنادي الأهلي ومحقق الفارق مع فريق النادي الأهلي. إرسال هيلعبوا مع الوزب قوي أحمد سعيد، وقوي ولكن خارج الملعب يا سعدة. ينتقل الإرسال لنادي طلائع الجيش، واللاعب رقم 5 شهاب الدين طارق. خد مشوار شهاب كده في الانتقال من نادي اتحاد الشرطة لنادي الزمالك ثم نادي طلائع الجيش. وإرسال فلوتر من استقبال رائع وإعداد للفتى الساحر عبد الله عبد السلام، هنتكلم عنه كتير النهاردة، هو وأحمد صلاح. أحمد صلاح طبعا أحسن لاعب في العالم في 2011. جورجيف لاعب سنتر الشبكة، يرجع الإرسال. إرسال مع الوزب جورجيف، قوي ولكن في الشبكة يا جورجيف. بيعتذر كده لفرقته ونازل معوض بقى الليبرو الأسطورة حتى الآن في صفوف النادي الأهلي. عمر تامر على الإرسال نادي طلائع الجيش. إرسال باليد اليسرى ولكن في خطأ في الدوران كده أو في رونج بوزيشن بقى حسبه الحكم الدولي الأول وائل أنديل، وبيعاونه الحكم الثاني وليد الخشن. ويروح أبو صلاح على الإرسال بالإيد اليسرى، إيد من حديد ما شاء الله، وتعمل لنا فارق كده في النقاط مع البداية، ولكن لعب بعقل شوية برست إيديه مع تايسون واستقبال رائع، وفي مركز 4 العصران بيطير ولكن بيلمها على طول النادي الأهلي. وأدي ريموند من فوق حوات الصد، ولكن دفاعات جيدة نادي الجيش، والمباراة بدأ حماسية جدا زي ما قلنا لحضراتكم، ومن البداية مباراة من العيار الثقيل فعلا، وبتؤكد الزعامة بقى للنادي الأهلي إن شاء الله بفوزه في المباراة واللقاء. نتمناها كده ثلاث أصوات نظيفة. وتاني أبو صلاح لعب الإرسال الأولاني، أبو صلاح بريست إيده هنا هيدي باور شوية بقى ولا إيه، وفعلا وإرسال كان هيكون بنقطة مباشرة، ولكن تايسون على طول يلم كورته ويرجعها مباشرة عصران. وأدي بقى الدفاعات الجيدة، ودولة اللي جاي بإيد ولا الصخر ما شاء الله زاروك طول، دولة بيلقب كده بالصخرة. تاني يرجع أبو صلاح، أحمد صلاح أحسن ضارب في العالم في 2011 وأحسن بيست سكورر في بطولة العالم 2015. وأدي إعداد في مركز 4، وعبد الله يا سلام عليك يا عبد الله، أيوه يا ولد ممتعنا من صغرك والله ما شاء الله. عبد الله عبد السلام محافظ على لياقته، بيطلع عالي جدا من ارتقاء عالي 2.38 متر، وبياخد كرة حائط صد. وفي تبديل هنا اهو بيجري الكابتن ابراهيم فخر الدين. ومع اول توقف كده هنكلم حضراتكم بقى عن كلا الاثنين معيدين الفنيين اللي بيحملوا سجل حافل بالمشاركات سواء على المستوى الشخصي كلاعب او مستوى كمدرب، والاثنين من ابناء النادي الاهلي. ابو صلاح ولكن في الشبكه المره دي. ابو صلاح يمكن التغيير اللي حصلت دي كده تعطل شويه اللعب بالنسبه لاحمد صلاح بقى، كان مدربه القديم الكابتن ابراهيم فخر الدين وحب كده ياثر عليه في ارسالاته القويه اللي بيلعبها. وادي تعليمات على طول من الكابتن ابراهيم لفطوطه او احمد صابر المنتقل حديثا لنادي الجيش بعد مشاكل كده مع نادي الطيران. وادي عصران في الشبكه، مستقبل جيد عصران للكره الطائره المصريه، ولكن عنده شويه حاجات كده هتتظبط اكيد مع المشاركات الكتير بتاعته، ولاعب بقى بدا يكتسب خبره وان شاء الله كده نشوفه قريبا في صفوف المنتخبات. ويرجع تاني ريموند اهو على الارسال، ريموند سيزيتو لف لفه كده ريموند، اخرها كان في البطوله العربيه مع الاهلي البحريني. ارسال فلوتر واستقبال جيد من عصران، ومنطقه خلفيه باليد اليسرى، لكن دفاعات قويه من احمد صلاح، وبيرد علينا بقى وبيقول لنا ما زلت صاحب التالق وصاحب الاجاده حتى الان، وبيحقق الفارق و8-4 دبل سكور للنادي الاهلي، والوقت المستقطع الفني الاول. مع حضراتكم في اللقاء هنعرف بقى بالمديرين الفنيين. الكابتن محمد مسلحي او ميدو مسلحي كان من افضل اللاعبين الموجودين في صفوف النادي الاهلي ومنتخب مصر، ومن ابناء النادي الاهلي، وحقق كتير من الالقاب سواء على المستوى الشخصي كلاعب او
المستوى كمدرب، وبدا اللعب منذ عام 1986 وانضم للفريق الاول في 89 واعتزل في 2006. حقق 34 بطوله متنوعه كلاعب، ثم تولى منصب المدرب العام ثم المدير الفني عام 2016. هنرجع تاني للقاء ومع توقف برضو نقول لحضراتكم باقي المعلومات عن المديرين الفنيين. ريموند على الارسال، ارساله فلوتر سهل كده ريموند، ولكن بقى بيوجهه في منطقه خططيه بيتفق عليها طبعا المدرب هو اللي بيوجهه فيها، ولكن على عصران بيعطله شويه وبيروح تايسون وبيحسب بقى الكابتن وليد الخشن كره كده دبل وبيشاور بصبعينه الاثنين على احمد صابر او فطوطه، وطبعا بدون بقى احتجاج الكره كانت واضحه جدا، وبيروح الكابتن وليد الخشن بيقول ما حدش يتكلم من بره او اقعدوا في منطقه في الدكه المسموح بيها، المنطقه المسموح بيها بجلوس الصف او البدلاء. ما زال ريموند على الارسال، وخبره بقى الكابتن ابراهيم فخر كده بيحاول يوقف الدنيا شويه يلم فيها فرقته بعد تفوق للنادي الاهلي 9-4، خمس نقاط فارق. ريموند على الارسال وهيكون موجه ايضا على عصران، ولكن استقبال جيد حتى الان، وكره كده من خلف الاعداد، واي حاجه بتترفع في مركز اثنين باسقاط للاعب صغير السن رقم 4 عمرو تامر، وبيرجع تاني ابو صلاح يلم، وفين منطقه خلفيه كان متاخر، كان متاخر ريموند، وشايفين بقى صيحات الجماهير مع حضراتكم كده ويزعلهم على النقطه اللي فاتت، ولكن ريموند كان متاخر، لكن هي صح جدا من عبد الله عبد السلام ومتعود فيها على طول مع احمد سعيد. على الارسال محمد محمود عفيفي، ارسال سريع واستقبال خارج منطقه العمليات او المناورات، واحمد سعيد باليد اليسرى الله عليك ومن فوق حوات الصد سوفت بول كده، وعصران بيحاول عليها باقتدار ولكن ما بيحالفوش الحظ في اللحاق بالكره. ما زال التفوق باللون الاحمر للنادي الاهلي نادي النسر المحلق عاليا في سماء الرياضه المصريه على كافه الالعاب وكافه المستويات. نادي حقق المزيد من الموسوعات العالميه، هنقول لحضراتكم ونحكي لكم دلوقتي قصه موسوعه جينيس واللي بيحصل فيها عشان يتسجل بقى الرقم العالمي ب 100 مباراه بدون هزيمه. وادي هنا حائط صد من تايسون خارج الملعب، وبيتالق عبد الله عبد السلام المايسترو في صفوف النادي الاهلي. دوله زاروك ده لقب شخصي انا بديهوله لدوله، ما شاء الله طول فارع 2 متر 11، وحائط صد مميز وضارب سريع قوي، وارسال ايضا مؤثر على تايسون، ولكن استقبال جيد المره دي من تايسون، وفي مركز 5 في المنطقه الفاضيه تماما والخاليه من الدفاعات بنقطه لنادي طلائع الجيش. مواجهات الفرقتين في الموسم المنقضي كان 3-1 3-1 في الدور الاول والدور الثاني فوز لنادي الاهلي، ومباراه الكاس انتهت 3-0 للنادي الاهلي. أول لقاء يجمعهم في هذا الموسم، وفطوطة بقى مش مركز شوية كده، ولكن إرسال ضائع بدون معنى وبدون عنوان خارج حدود الملعب. عبد الله عبد السلام على الإرسال، دبل سكور زي ما احنا 12-6. إرسالاته ما شاء الله رائعة وممتازة وفعلا، ولكن خارج الملعب يا عبد الله معلش، بيحاول بقى يكلم نفسه ويعدل شوية من اتجاه الارسال، ولكن طبعا خبره عاليه عبد الله وبيتعامل مع ظروف اي مباراه. تايسون بيجهز نفسه على الارسال رقم 14 محمد عمر نجيب الشهير بتايسون ومن ابناء النادي الاهلي ايضا. ارسال قوي ولكن استقبال رائع وممتع من محمد معوض، وكوره كده بتقلش شويه ولكن بنقطه مباشره بتحقق الهدف من جورجيف من مركز 3. بيرجع احمد صاحب اليد حديد ما شاء الله والفرد الطائر للنادي الاهلي منتخب مصر احمد سعيد، والارسالات الضايعه كتير يا رجاله، ثالث دوران يحصل فيه ضياع للارسال. طبعا هينبه عليا بقى ميدو مصلحي لان الارسال مهم في التوقيت ده. فارق سكور مريح للنادي الاهلي بخمس نقاط، وشهاب الدين على الارسال، وايضا ارسال ضائع من شهاب. سمة اللقاء حتى الان ضياع للارسالات، ولكن طبعا الاهلي ليه عذر وبيلعب ارسالات بريسك وبقوه عاليه، وارسال الشوطر اللي يضيع ما بيكونش مبرر تماما للاعب. جورجيف
ارسال قوي المره دي واستقبال خارج 3 متر لكن متقن الى حد ما. وادي اليد اليسرى للاعب الصغير في السن مواليد 99 عمر تامر موسى، لاعب منتخب ال 21 سنه. راجع عمر على الارسال. كلا الفريقين النادي الاهلي ونادي الجيش لاعب مركز التنينات عندهم صاحب اليد اليسرى، ولكن طبعا هيهات بقى احمد صلاح بالخبره العاليه ما شاء الله احمد والالقاب الكتير، ولاعب صغير السن مواليد 99 وارسال قوي من نادي طلائع الجيش. واللاعب اللي بنتكلم عنه ادي تايسون هو، لكن دفاعات متقنه وكوره كده دبل غير مبرره وبدون معنى وبدون عنوان بيتكلم نفسه عليها كابتن ابراهيم فخر الدين، اللاعب رقم 20 ليبرو نادي طلائع الجيش يحيى شعبان. وراجع ابو صلاح وسامعين بقى اللقب اللي بيحبه هو يا عالمي من الجماهير المتابعه للقاء. احمد صلاح ارسال في الشبكه يا ابو صلاح، ولكن معلش ارسال قوي وبريسك عالي عايز يحقق نقطه مباشره. وعلى المستوى العالمي بنجد ان الارسال هو لازم يتعمل كده بريسك عالي قوي يبوظ الاستقبال للفريق الاخر ويحقق نقطه للفريق. عصران ارسال فلوتر سهل واستقبال جيد من احمد سعيد ومركز اربعه وبيلف للدوران كامل ريموند ولكن خارج الملعب. طلع كده واتمطع في الكوره وطلع من فوق السطوح وضرب كوره خارج الملعب. 11 طلائع الجيش 15 الاهلي وبدا الفريق اربع نقاط. عصران تاني على الارسال والمباراه حماسيه واخدانا كده من اننا نقول لكم بقى التشكيلات الكامله للفرقتين، ولكن مع التايم اوت الثاني وتقدم خمس نقاط لفريق نادي الاهلي بنكمل بقيه الجهاز الفني للفرقتين. اللواء خالد ابو زينه مدير اداري وشعله النشاط في صفوف فريق النادي الاهلي، والكابتن محمد مصلحي بقى صاحب التاريخ كلاعب وانجازات كمدرب، وتامر مجدي مدرب عام، ومحمود جمعه طبعا مع الاحترام وحفظ الالقاب محمود جمعه مدرب، والدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، والدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، والدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، والكابتن ايمن علي اداري، الكابتن احمد سعيد محلل تقني، الكابتن عبد الرحمن مكي مدلك، احمد رشاد مهمات. والجهاز الفني والاداري لنادي طلائع الجيش اللي امله دلوقتي والتطلع الاساسي عنده انه يكون فرقه من صغار السن بدون وجود محترفين، ودي كانت ثقافه بقى اللواء دكتور صبري مصلحي رئيس جهاز الرياضه، والعميد محمد صادق رئيس جهاز الكره الطايره، والعقيد بيبرس تامر بيبرس نائب رئيس الجهاز، والكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني، والكابتن محمد بخيت المدرب العام، والكابتن محمود الوزير الممرن والمحلل التقني، والكابتن ايهاب او الدكتور ايهاب طنطاوي العلاج الطبيعي، والكابتن محمد عبد المحسن اخصائي تاهيل. نرجع تاني لاجواء اللقاء اللي مريحه الاهلي حتى الان بفارق اربع نقاط، ولكن برضه ما تطمنش، كان في ضياع كده شويه للارسالات من الفرقتين، وسمه المباراه الاساسيه حتى الان هو الضرب الخلفي اللي مؤثر، ولكن لسه بقى ما اشتغل سناتر بلوكات كده الحمد لله على السلامه رجع تاني عبه، وشفنا كده عبد الرحمن كان بيسخن وان شاء الله يرجع برده لصفوف النادي الاهلي بالسلامه. وادى احمد سعيد ودفاعات قويه من عصران هتتعلق بقى في المنطقه الخلفيه بترجع سهله من تايسون، وتاني احمد صلاح بيلم كورته وفي مركز اربعه ضرب قوي جدا يا سعيد الايد الحديد المره دي، ولكن بقى بيقول للحكم الدولي وائل انديل في تاتش كده وملامسه لحوائط الصد، ولكن اشاره الحكم واضحه بكره خارج الملعب. ما زال محمد عفيفي او محمد محمود عفيفي على الارسال من نادي طلائع الجيش، ارسال سريع واستقبال جيد ورائع، كان مزنوق شويه ولكن خبره عبد الله وكره كده تطلع بالرجل بقى ماشي بالايد بتطلع وترجع سهله تاني وهتشكل ازاي. وادي دوله ولكن منطقه خلفيه برده متاخر يا ريمون خلي بالك متاخر وكان معدي شويه كده خلي بالك عشان الاصابات لا قدر الله، ولكن بقى بيعتذر اول عبد الله وبيقول معلش انا متاخر فيها شويه. كان على طول عبد الله بيعملها مع احمد سعيد لما بيكون هو معناه في المنطقه الخلفيه، وادي احمد صلاح بقى مناقشه كده بروح حب وود مع الحكم الثاني وليد الخشن. يرجع زاروك على الارسال او الصخره دوله، ارسال سريع واستقبال جيد ورائع من تايسون وفي مركز اربعه، وعبد الله
اللي مفيش حاجه بتعدي يا ولد، ما شاء الله عليك، ايديه ما شاء الله عارفه طريق المكسب وعارفه طريق الملعب. طبعا سجل حافل لعبد الله ولاحمد صلاح سواء داخل مصر او الاحتراف الخارجي، وهنتكلم عليهم كل واحد بالتفصيل ان شاء الله، ربنا يحميهم كده لمنتخبنا الوطني. وادي دوله تاني زاروك، وارسال ممتع ورائع، وقد ايه بقى بيكون جيد جدا للاعب مركز ثلاثات انه يحقق نقطه مباشره بالارسال بتاعه. ونروح سريعا لاحمد صلاح، ابرز اللاعبين في مصر وله تصنيفات عديده عالميا، ووصل للمره الاولى كده في 2016 لاحسن لاعب في اقوى ضارب في العالم، واحترف بنادي هالك التركي وحقق معاه كاس تركيا وكاس الاتحاد الاوروبي بقى، وتوج بست القاب مع منتخبنا الوطني، كاس امم افريقيه وذهبيه العاب بحر المتوسط وذهبيه الالعاب الافريقيه وثلاثه عربيه، وكان افضل لاعب زي ما قلنا في 2011 وحقق العديد والعديد من البطولات، وكان البيست سكورر او افضل المحققي النقاط في كاس العالم 2015، وافضل لاعب ثلاث مرات بافريقيا، وافضل ضارب مره واحده، وافضل لاعب بطوله عربيه، وافضل ارسال مرتين. يعني ما شاء الله سجل احمد صلاح زي ما متفقين كلنا سجل حافل بيضم من ابناء النادي الاهلي، ولسه ما خلصناش كلام، ويجي بقى صاحب اليد الذهبيه، صاحب البطولات وصاحب الارقام القياسيه ومحقق النقاط الاول في العالم في 2015 واقوى ضارب في العالم 2011، ويجيب لنا نقطه ولا اروع، سامعين عليها صيحات الجماهير. تاني زاروك مازال على الارسال، مع احترامنا الكامل بقى لاسمه الاساسي دولة او عادل، ولكن ده اللي انا شايفه فيه انه ما شاء الله صخرة حوائط الصد الاهلاوية بعد انتقاله كده من نادي سموحة. وعبد الله، عبد الله بيتألق ورائع منه قوي، ان زي ما بقول لكم ما شاء الله ايديه عارفة طريق تحقيق النقاط. وابراهيم او الكابتن ابراهيم فخر الدين شاف فرقته كده متأخرة بفارق سكور كبير، بيحاول شوية يعمل ريكفري للفرقة ويطلعهم فيه، يدخلهم في الأداء في الشوط القادم إن شاء الله بعد تقدم النتيجة 21-13. كابتن إبراهيم فخر طبعا عارفينه من أبناء النادي الأهلي، وتولى قيادة الأهلي ثلاث مرات، في 81-84 وفي 95-2001، والفترة الأخيرة من 2009-2015. والجميل بقى إن كان بيعاونه الكابتن ميدو مصلحي كمدرب عام، وشايفين النهاردة بقى التلميذ مع الأستاذ والتفوق طبعا، ومع احترامنا الكامل لكابتن إبراهيم فخر الدين وسجله الحافل بالبطولات والإنجازات. تاني دولة على الإرسال، وارسال سريع واستقبال جيد من تايسون، وتكتيك عالي قوي بيعمله ميدو مصلحي، بيلعب على تايسون ويدخله جوه الملعب ويأخر شويه الهجوم من مركز اربعه، وبيبقى بيعتمد بقى فريق طلائع الجيش على السريع، ولكن قدرنا نوقفه او قدر النادي الاهلي يوقفه. وادي تايسون بيلعب كده بخبره بريست ايديه، وبتاخد الكره حوائط الصد وتطلع خارج الملعب. يرجع فطوط على الارسال، و14 21 سبع نقاط فارق كبير، وريموند كره خارج الثلاثة متر، واحمد سعيد بيعوض، ولكن دفاع هايل من طلائع الجيش، وادي صابر من المنطقه الخلفيه واسقاط ودربكه كده، ولكن بقى دفاع مستميت وقاتل في فريق نادي طلائع الجيش، بيحاولوا على كل نقطه ما شاء الله بقوه واقتدار، ولكن المره دي ما يحالفهمش الحظ كده، ونقطه للنادي الاهلي. 22-14 عبد الله عبد السلام على الارسال، اللي هيجي بقى الحديث عنه بعد ما اتكلمنا عن احمد صلاح، وارسال قوي وبيعدي الله عليك، وداخل احمد صابر من المنطقه الخلفيه، ولكن عمل بلوك سلبي كده وهو واقف على الارض، اي نعم، ولكن ايديه معديه الحافه العليا للشبكه، ياخدها على طول كابتن او الحكم الدولي وليد انديل، ويحسب على طول تداخل من صابر، وتغيير في صفوف النادي الاهلي، بيريح بقى احمد صلاح وبينزل قطب كده. وادي هنا اسقاط من عبد الله بعد التايم اوت، ما ينفعش يضيع فعلا، وشاف بقى بخبرته انه لازم يعمل ارسال قصير. وادي تايسون في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. نروح سريعا للتحدث عن عبد الله عبد السلام، احمد بخيت من مواليد 83، شارك في الاولمبيات في 2008، وطوله 1.98 متر، وزنه 82، وعنده حوائط صد قوية جدا 3.36 متر، ولعب باسم النادي الأهلي في 2001، وحقق من بداية من 2001 ل 2006
وفي سيزلي ترافيزو من 2006 2007 ومونتشياري بايطاليا في 2007 2008 ورجع تاني للنادي الاهلي 2009 2010 بعد كده راح ايكولاري اسطنبول في 2011 2012 ثم عوده تانيه للنادي الاهلي في 2012 2013 ثم جلطة سراي التركي 2013 2014 ثم طلائع الجيش المصري 2015 2017 ثم رجع تاني للنادي الاهلي من 2017 وحتى الان متالق مع صفوف النادي الاهلي. يكفينا فخرا وجودنا مع قناة النادي الأهلي، قناة نادي القرن، قناة نادي النسر المحلق عاليا في صفوف أو في الإعلام الرياضي المصري، ومع نادي البطل دائما وأبدا حتى الآن بسجل حافل. وهنيجي بقى للكلام عن النادي الأهلي ونروح لفاصل قصير بين الأصوات ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد انتهاء الراحة بين الشوطين. مرة تانية اعزائي نعود للقاء الاهلي وطلائع الجيش، واللي فاز الاهلي في الشوط الاول 25-16 وكان شوط متألق من الساحر بقى والاعداد القوي لعبد الله عبد السلام، وبفضل حوادث الصد القوية لدولة او الصخرة زاروك، ومعانا احمد سعيد واحمد صلاح وريموند وجيوجيف، وزي ما احنا شايفين نفس تشكيل للنادي الاهلي مع الاحتفاظ بليبرو الفريق محمد معوض. فطوطة على الإرسال، إرسال سريع، استقبال جيد من سعيد، والمنطقة الخلفية ريموند وعدل من نفسه وكرة داخل الملعب، وبيطالب كده نادي طلائع الجيش بأن الكرة خارج ولكنها داخل حدود الملعب بإشارة من الحكم المساعد والحكم الأول وليد أنديل. عبد الله عبد السلام على الإرسال، إرسال قوي ومؤثر جدا ولكن استقبال رائع مع قوة الإرسال وضرب خارج الملعب، واللاعب رقم 4 عمرو تامر زي ما قلنا لاعب صغير السن مواليد 99 عمرو تامر، وتقدم للنادي الأهلي 2-0 حتى الآن. تاني عبد الله، إرسال بعقل شوية، هو استقبال جيد، وفطوطة في مركز 2 وإسقاط من تايسون، ولكن الله على الدفاعات بقى وبيلحق على طول كده النادي الأهلي يرجع كورته وترجع تاني لتايسون في مركز 2 اللي شاطها بريسك عالي قوي وتاخد كده من مركز 2 لمركز 1 بنقطة مباشرة، والكرة فعلا انسايد. محمد رمضان ليبرو فريق نادي الاهلي عامل دفاعات قويه ما شاء الله، وبينزل محمد معوض في الاستقبال طبعا كده توليفه بقى عاملها كابتن ميدو مصلحي اللي يستفيد بكل الامكانيات المتاحه ليه. تايسون ارسال قوي في الشبكه، تايسون يرجع الارسال لاحمد سعيد الفتى صاحب اليد اللي من حديد، وفعلا ارسال قوي ولكن استقبال جيد ومركز 2 وبيضرب من الحافه العليا كده للشبكه بتاخد اقدام محمد رمضان وخارج الملعب. 2 طلائع الجيش 3 الاهلي، مجهود جبار بيبذل لفريق الكره الطائره بالنادي الاهلي وكافة الألعاب لتحقيق المراكز الأولى والأفضلية دائما لنادي القرن، وضياع للإرسال من فريق نادي الجيش، وأيضا مجهود من فريق طلائع الجيش لإعادة وبناء الصفوف بقى بجيل جديد وبالتحدث كده مع العميد محمد صادق والعقيد تامر بيبرس والمدير الإداري كابتن هاني فكري، قالوا إن متوسط الأعمار في فرقتهم صغير وبيبنوا كده فريق مع تدعيم بخبرات بعض اللاعبين، وكان ارسال ضايع من النادي الاهلي جورجيف، وينتقل الارسال لعمر تامر 3 الجيش 4 الاهلي، ارسال ضايع ايضا من عمرو تامر،
لاعب خامة جيدة ولكن محتاج لمزيد من الخبرات والنجاحات عشان ياخد ثقة شوية، لسه ظاهر السنة اللي فاتت بس مع منتخب ال21، وبيحاول كده كابتن إبراهيم فخر إنه يديله تدعيم ويشركه كتير عشان ياخد الخبرات اللي بنقول عليها. وأبو صلاح وإرسال بعقل قوي على عصران اللي بيخطأ في الاستقبال، ودولا زاروك الصخرة الجبارة بيضرب كرة من منتصف الشبكة بعد استقبال خاطئ من عصران، ونقطة للأهلوية للمارد الأحمر لأبو صلاح 6-3. دبل سكور مرة تانية في الشوط الثاني بعد التفوق والتألق في الشوط الأول، وما زال أبو صلاح الإرسال وفي الشبكة المرة دي أبو صلاح. يرجع عصران على الإرسال، شايفين مع حضراتكم هو بينزل معوض في استقبال النادي الأهلي، الليبرو للنادي الأهلي. عصران إرسال سريع واستقبال جيد كده، بتخدعه الكرة شوية أحمد سعيد، وأدي هنا ريموند بيضرب في إيد حائط الصد، ومحاولة للحاق بالكرة كده من عصران ولكن ما لحقهاش. قلنا لحضراتكم في بداية اللقاء مشوار الفرقتين، النادي الأهلي كسب 6 مباريات، سموحة وهليوبلس وسبورتنج والداخلية والطيران والاتحاد بنتيجة 3-0، وخسر مباراة وحيدة من بتروجيت 3-2، وعنده مباراة مؤجلة مع الترسانة. وآدي هنا خطأ في الدوران بيحسبه الكابتن وليد الخشن ما بين أحمد صلاح وعبد الله، بيقول إن فيه عدوا ما بقوش على خطوط التوازي ما بينهم وبين بعض، وآدي هنا مناقشة كده من كابتن الفريق. فهو هنا بيقول له ان عبد الله غير مكانه بسرعه قبل ما الارسال يتلعب، ولكن طبعا القرار الاول والاخير للحكم. وخلاص بقى هنا احمد صلاح كده بيلم الموضوع اهو، بيقول خلاص اوكي جود جادج، نرجع تاني في الاداء والاجواء ومش عايزين نهبط يا رجاله. و7-5، وادي كره في الشبكه، سمه اساسيه حتى الان في اللقاء، ضياع الارسالات المتكرر والغير مبرر سواء من نادي طلائع الجيش، ولكن طبعا بارسالات فلوتر موجهه غير متقنه، ومن النادي الاهلي بارسالات ريسك عاليه قوي، ولكن ده المطلوب ان نلعب ارسالي بريسك عالي او خططي زي ما بيطلبه الكابتن ميدو مسلحي او الكابتن ابراهيم من بعض اللاعبين. وطبعا بيكون بقى النجاح والتوفيق حليف اللي بيسمع التعليمات وبينفذها. وقت مستقطع فني و8-5. كنت وعدت حضراتكم نحكي كده عن موسوعة جينيس الأرقام القياسية، وإزاي بقى تم تلقيب فريق الأهلي بالماسترز، ووضعهم أو وضع النادي الأهلي وضع استراتيجية للوصول لهذا اللقب وتحقيق الأرقام القياسية اللي ملهاش نظير سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو المحلي، وأيضا ممكن على المستوى العالمي طبعا باحتلال الأهلي لرقم قياسي وهو الفوز ب 100 لقاء بدون هزيمة ما شاء الله، وتاريخ منفرد ومتألق للاعبين النادي الأهلي. نرجع تاني سريعا للقاء، وإرسال واستقبال من تايسون ومنطقة خلفية وكرة في إيد حوات الصد وبيشاور داخل الملعب، وادي لاعيبه طلائع الجيش بياكدوا على ان الكره انسايد، روح رياضيه عاليه منهم، وبيطمنوا كده الحكام بقى ان احنا معاكم في القرار بتاعكم. وادي دولا، عارفين طبعا السمه بقى الاساسيه هي القاء اللوم على التحكيم، ولكن طبعا اللاعب هنا بيشارك في المنظومه. وادي هنا استقبال جيد من ريمون وعبد الله عبد السلام، ولكن اراها بقى ودفاعات جيده لعصران، وكان ثلاثي حائط صد وترجع تاني سهله، وادي ريموند وكره سريعه ولا ايه، واحمد سعيد ولكن فطوطه في ايديه وعلى خارج الملعب بايد من حديد، بيطير من بعيد احمد سعيد وبيضرب كره قويه جدا. وادي الكابتن ابراهيم بيطلب وقت مستقطع بعد تقدم وتالق وتفوق من النادي الاهلي 10-5. قد ايه إدارة اللقاء ممتعة حتى الآن بحكمنا الدولي الأول وليد أنديل والحكم الثاني وائل أنديل والحكم الثاني عفوا وليد الخشن. أجواء جميلة جدا بروح رياضية بتسود كلا الفرقتين. وزي ما قلنا لحضراتكم اللقب ب 100 مباراة فوز متواصلة للنادي الأهلي، كان بدايته مع
فوز نادي سموحه، فوز الاهلي على نادي سموحه بنتيجه 3-1 وكان في الدوري المصري، وكده يبقى قفل الرقم القياسي وقتها، وكان الرقم اللي قبله على طول في الموسوعه لفاكي بنك التركي لفريق السيدات ب 73 انتصار متتالي، ولكن كسروا بقى فنار بخشه بعد الهزيمه كده في 2014، وبيتوج حتى الان الاهلي باللقب العالمي اللي ما فيش فريق حصل له او وصل ليه حتى الان ب 100 مباراه متواصله في الانتصارات. فطوط على الارسال سريع خارج الملعب، وده اللي بنقول عليه لحضراتكم، الجيش لو ظبط ارسالاته شويه او نادي طلائع الجيش ظبط ارسالاته شويه الموجهه اللي بيطلبها منهم الكابتن ابراهيم فخر الدين والجهاز الفني المعاون، ولو ظبط فعلا الارسالات بيبقى هدف الكابتن ابراهيم انه يعطل شويه هجوم النادي الاهلي، ولكن حتى الان مسهلين العمليه خالص، وارسالات ضائعه كثيره جدا ولا اكتر من الشوط الاول 7 ارسالات، وادي الشوط الثاني حتى الان في النقطه 11 4 ارسالات، وطبعا معدل كبير جدا لضياع الارسال بالاخص ان مفيش ريسك في الارسال. عبد الله عبد السلام بارسالات قويه، ولكن تايسون استقبال متقن، وكره كانت مرفوعه ماشيه شويه كده وبعقل تايسون يعملها من جنب ايد احمد سعيد بنقطه مباشره. تايسون على الارسال بيلعب كده سبايك او ارسالات قويه مع الوزن، وفعلا واستقبال ريموند واستقبال جيد واعداد ايضا جيد ومن فوق حوادث الصد، وما شاء الله ابو صلاح بيعود كده بقى لشبابه يتالق تاني من فوق حوادث الصد لنادي طلائع الجيش، ونقطه مباشره للنادي الاهلي 12-7، تقدم مريح حتى الان ب5 نقاط. ارسال قوي واستقبال خاطئ يرجع سهل للنادي الاهلي، وتاني من مركز 3، وادي الفتى الطاير احمد سعيد بيجي من بعيد ويطلع بيضرب كره قويه جدا من مركز 3. شايفين بقى الجهاز المعاون للكابتن ميدو مصلحي كله بيشارك في النجاح، كابتن تامر ارسال تاني احمد سعيد، والكره فيها شك شويه ولكن قرار نهائي انها خارج الملعب. وعارفين حضراتكم طبعا النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا وفوزا بالبطولات القاريه في العالم ب20 لقب، متفوق على اشهر الانديه الروسيه والايطاليه، وعنده رقم قياسي زي ما قلنا لغايه سنه 2009 ل 2010 كان 56 مباراه، ووصل ما شاء الله في 2017 2018 ل 100 مباراه متصله. ب14-8، وادي مناقشه كده شويه احمد صلاح بيناقش الحكم الثاني، بيندهله على طول الحكم الاول يفض بقى النقاش ده. وادي جورجيف على الارسال يهدى شويه ابو صلاح، نتيجه اللقاء ما شاء الله ماشيه كويس او ادائك ما شاء الله جميل. ادي جورجيف ارسال معقول واستقبال جيد ومركز 2، وريموند بيطير عالي قوي ولكن في ايد حواط الصد وخارج الملعب. 9 الاهلي 9 طلائع الجيش 14 الاهلي. بيحاول كده الكابتن ابراهيم فخر الدين بقى يدعم صفوفه ويقوي عناصر فرقته ويدخلهم شويه في اللقاء، وادي استقبال جاي التاني من احمد سعيد، والصخره زاروك دولا بيضرب من منتصف الشبكه، وحتى الان ما شاء الله ضرباته لا تصد ولا ترد. احمد عادل محمد عادل عفوا، صلاح على الارسال، وعارفين طبعا صلاح من اسره كلها كرة طايرة، هشام صلاح الأخ الأكبر ومحمد وأحمد وياسر كلهم ما شاء الله لاعبين كرة طائرة بالنادي الأهلي سابقا، ومازال أحمد صلاح هو الوحيد اللي موجود في الصفوف حتى الآن. وآدي النقطة 16 وإنسايد، ووقت مستقطع فني
تاني ونكمل مع حضراتكم بقى قصه تاريخ من 1932 كانت دخلت الكره الطايره كده للنادي الاهلي، وطبعا ما كانش ليها شعبيه ولكن النادي الاهلي ساهم في نشر اللعبه ودخلت بقى فكرتها عن طريق الجاليات الاجنبيه اللي كانت موجوده في مصر في الوقت ده، وكانت جاليات البحر الابيض المتوسط اخصهم كانت ايطاليا واليونان، وكان اول من مارس اللعبه كان من الانديه كان نادي الشبان المسيحيه، وفي مطلع العشرينيات كده للقرن الماضي. ومع احداث بقى تكوين ثلاث فرق كان الاهلي ليه السبق في الفوز باول بطوله وديه اتعملت كانت مع الشبان المسيحيه ويونان مصر الجديده او الجاليه اليونانيه، وقدر النادي الاهلي وقتها في 1933 الفوز على الفرقتين، ودي كانت اول بطوله وكان الجيل الذهبي ليها عزيز فهمي طبعا مع الحفظ الالقاب واحمد شعير وعزيز برسوم ومصطفى كامل ورسمي مختار ورسمي ومختار، ونادي الشبان المسيحيه ساعتها احتل المركز الثاني. نرجع تاني سريعا للقاء والاجواء اللي بدات تسخن فعلا، وبدا نادي طلائع الجيش عايز يدخل كده في اللقاء من جديد بعد هزيمه الشوط الاول، ولكن هو بيحاول هو ومدربه القدير الكابتن ابراهيم فخر الدين وجهازه المعاون كابتن محمد بخيت والمحلل التقني والممرن الكابتن محمود الوزير، وادي كوره فيها بايلاك شويه ابو صلاح ولكن في النهايه هي نقطه للنادي الاهلي. ارسال احمد صلاح ارسال قوي ما شاء الله واستقبال رائع من تايسون، وادي في مركز اربعه مزنوقه شويه لكن عصران بيحب الكرات دي، وعبد الله هنا كان هيمسك منه والله ولكن طبعا عصران طلع عالي قوي ولف كده في اللاين بنقطه 10 18 فارق سكور 8 نقاط كبير انه يتحقق مع نادي زي النادي الاهلي او يتعوض، ولكن طبعا نادي طلائع الجيش بيحاول وما زال بيحاول بمجموعه من اللاعبين صغار السن واللي عندهم لسه مستقبل باهر وبيعدهم كده اللواء دكتور صبري مسلحي رئيس جهاز الرياضه ومعاه العميد محمد صادق رئيس جهاز الكره الطائره والعميد تامر والعقيد تامر بيبرس نائب رئيس جهاز الرياضه، ومن وراهم اداري كفء حتى الان وهو الكابتن هاني فكري. ريموند على الارسال و 19 الاهلي 10 طلائع الجيش، والمباراه رايحه ليه او الشوط الثاني رايح لمصلحه النادي الاهلي ولكن لسه فيها كلام. نادي طلائع الجيش بيحاول يلملم صفوفه ويلملم اوراقه وبخبرات بقى متعدده داخل الصفوف سواء في الملعب او من على خارج الملعب كده الكابتن ابراهيم فخر الدين. ارسال سريع واستقبال رائع من معوض وبنعكس الملعب لابو صلاح اللي بيروح في حته ويودينا معاه ويضرب الكره كده في زاويه عميقه قوي في الملعب بنقطه مباشره وكان معودنا عليه على طول احمد صلاح. يرجع دول على الارسال وبيتسع الفارق لتسع نقاط. عادل كان حقق نقطه مباشره بالارسال في الشوط الاول. هل هيكررها ولا ايه؟ ولكن تايسون خد كورته على طول ومنطقه خلفيه لعصران ولكن كان ممسوك، وادي دفاعات قويه ورائعه من عمرو موسى وتاني عبد الله بيشد كورته وهيتعاملك بقى عبد الله وهو عملاق بالفعل اللي بيحقق نقطه قويه جدا ما شاء الله. عبد الله لعب ضارب بيحقق لعب معد بيحقق وقد ايه دي عارفه طريق النجاح. وقت مستقطع لنادي طلائع الجيش واتساع للفارق ب 10 نقاط 21-11، ونكمل مع حضراتكم قصه المشاركه وقصه دخول الكره الطايره في مصر. وفي 1947 لما تم تاسيس الاتحاد الدولي وكان بقى مشترك مع اتحاد السله، دخلت على طول النادي الاهلي واسس اول جمعيه عموميه للاتحاد من 13 نادي زائد النادي الاهلي، وفي 1949 اتاسس اول اتحاد ممثل او جمعيه عموميه ممثله للاتحاد الكرة الطائرة. وفي منتصف الخمسينيات دخل على طول طبعا النادي الاهلي وتوج بقى وبدأ يعرف اول المسابقات بالدوري المصري، وكان الكابتن ايمن سميح هو المدرب وكل من كابتن سيد مصطفى مع حفظ الالقاب وسامي السباعي ويوسف مصطفى وزكريا مرجان وعبد الخالق وهبه وماجد مندور كان بيمثلوا اول فريق للنادي الاهلي يشارك في بطولات رسمية. اما موسم 66-67 هو الموسم الاكثر تميز في تاريخ النادي الاهلي حيث استطاع بالفوز باول بطوله دوري عام، وكان الفريق بيضم
مع حفظ الالقاب للجميع، الكابتن عمرو علواني وعبد الخالق وهبه وعدل مصطفى وعبد الرحمن الوكيل وفؤاد عبد السلام ونبيه صلاح وايمن غزلان وعادل عبد المقصوده توفيق شهاب ومحمد الشريف ونزار الزين وعيد عبد الملاك. ومدير فني كان او مدير اللعبه كان سيد مصطفى، كابتن سيد مصطفى، ومدرب الفريق هو عبد اللطيف ابراهيم. طبعا تاريخ ما ننكروش ابدا، النادي الاهلي من يومه هو بطل، من ساعه ما دخلت لعبه الكره الطايره وحتى مع اللقاءات الوديه كان بطل، وحتى لما دخلت اول دوري هو اللي كان البطل، وحتى الان ما شاء الله بيسعى جاهدا لتحقيق البطوله في موسم 2021 2022، وان شاء الله قدها وقدود ويقدر يحصلها. وادي عبد الله عبد السلام خارج الملعب. الاجواء كده سمح لنا ان احنا نتكلم مع حضراتكم في النبذات التاريخيه دي، فارق 10 نقاط حتى الان و23 13، وكان في الشوط الاول برضو 25 16، ولكن طبعا مع محاولات مستميته من نادي طلائع الجيش للدخول في المباراه والعوده كده لتحقيق المكسب داخل الاصوات. وعبد الله باليد السحريه وما بيكدبش خبر احمد سعيد صاحب اليد اللي من الحديد، وبيطلع على طول يضرب كره قويه في مركز واحد بنقطه مباشره. 24 13، والمنعطف الاخير والنقطه الاخيره في الشوط الثاني. هل سيفوز به النادي الاهلي وينهي بقى احمد سعيد بارسال قوي، ولا لسه في كلام ثاني؟ هنشوف مع حضراتكم. احمد سعيد وارسال قوي واستقبال خارج الحدود، وتتشد في مركز 4 العصران، ودفاعات قويه يا عبد الله ما شاء الله يا ابني، وبيكمل عليه على طول الاثنين بقى المحترفين ريمون وزورجيف، بيحاولوا كده يطلعوا كره عبد الله اللي كان فيها تراي عالي قوي. يعود مره اخرى الارسال لنادي طلائع الجيش في محاوله كده لتضييق الفارق والدخول في اللقاء، وارسال سريع واستقبال جيد ومتقن من احمد سعيد وابو صلاح، وكره خارج الملعب من دفاعات نادي طلائع الجيش، و25 14 و2 لا شيء للنادي الاهلي. مع حضراتكم كده بعد استراحه قصيره ونرجع مره ثانيه للقاء. مرة تانية أعزائي نرجع للقاء المثير حتى الآن، وفوز وتألق للاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني بقيادة الكابتن ميدو مصلحي، واتنين لا شيء حتى الآن في الأصوات. وهنشوف بقى الصوت الثالث، هل تم التعديل كده عن طريق المدير الفني القدير الكابتن إبراهيم فخر الدين وجهازه المعاون، ولا هيحصل إيه؟ ولكن نثق في قدرات فريق النادي الأهلي. ومع أول برضو توقف أو فارق في السكور هنكمل لحضرتكم حكاية دخول الكرة الطايرة ومدى تبني النادي الأهلي ليها، وأفضل الأجيال واللاعبين داخل صفوف النادي الأهلي على مر العصور. انتهينا مع حضراتكم حتى عام أو موسم 76، وعبد الله بيجهز كده، والحكم الدولي الثاني وليد الخشم بيتمم على دوران اللاعبين وبيدي اوكي للحكم الاول. ما زال تشكيل صفوف النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش زي ما هي بدون تغيير، مع تغيير بس معد احمد صابر ونزول اللاعب مصطفى جابر. وادي مصطفى وبيعكس كره ولكن بلوك وحائط صد رائع وممتع من احمد سعيد، وما زال عبد الله على الارسال. والنقطة الأولى للنادي الأهلي تتلون باللون الأحمر وبالمارد الأحمر. عبد الله عبد السلام ارسال قوي، استقبال خارج الثلاثة متر، بيحرم السريع انه يشارك، ومن فوق حوائط الصد عصران بيضرب من فوق زورجيف اللاعب المحترف بصفوف النادي الاهلي. محمد عفيفي سنتر الشبكه لنادي طلائع الجيش بيرجع الارسال، ارسال سريع موجه لاحمد سعيد، واول استقبال خاطئ وياخدها على طول عصران
وزي ما كنا بنقول لو نادي طلائع الجيش نجح في لعب الارسالات الخططيه الموجهه اللي بيلوم عليها الكابتن ابراهيم فخري ممكن يبقى فيه تاثير شويه او دخول في النتيجه، ولكن طبعا عندنا كلنا بقى ثقه في قدرات لاعبي النادي الاهلي وعلى احتوائهم كده للامور. وادي تاني ارساله لاحمد سعيد واستقبله باقتدار، وكره نوت باص بيحسبها كابتن وائل انديل الراجل المحترف طالع من عاشر دور جورجيف، وادي فعلا كرة معادة لان الكرة ما تتعملش كده خالص من جورجيف، راجل محترف وطالع في الادوار العليا وضرب كرة قوية وعدت كده بس شوية، ولكن الكابتن وائل انديل او الدكتور وائل انديل رجع بقى في قرار وعمل كرة معادة بيناقشوا فيها تايسون كابتن فريق طلائع الجيش، ولكن الكرة صحيحة يا تايسون، لازم نتقبل اي خطأ بيحصل. وادي كرة معادة بيشير اليها الحكم الاول والحكم الثاني، وما زال الارسال مع محمد عفيفي، ارسال موجه ايضا ولكن احمد سعيد بيلمه بقى باقتدار، وادي المحترف جورجيف اللي الكرة كده ما بتلبسش في ايديه ولكن حققت الهدف بنقطة مباشرة، ويرجع سعيد على الارسال. ما زال الجيم الثالث او الشوط الثالث مقفول 2-2 سجال ما بين الفرقتين حتى الان، يا ترى بقى هيشدنا لايه الشوط الثالث؟ هل هينهي النادي الاهلي نادي القرن نادي النسر المحلق عاليا في سماء الرياضه المصريه بثلاثيه نظيفه، ولا نادي طلائع الجيش مع امكانياته بقى واعاده تجهيز فرقته لراي تاني؟ هنشوف كده مع حضراتكم. والله على المتعه والجمال، الكره مش من ايد الضارب، الكره من ايد عبد الله الساحر اللي بيعمل كل حاجه في الكره الطايره ما شاء الله، ربنا يحميك ويحفظك يا عبد الله. ما زال احمد سعيد على الارسال، ارسالات قويه بيلعبها سعيد وان شاء الله يكمل على كده، وادي فعلا واستقبال كان صعب جدا وعصران من فوق هات صد لكن عبد الله يقراها، وادي هنا ديموند وترجع تاني في مركز اتنين لصاحب اليد اليسرى وفي كده تاتش ولا ايه، وفعلا ادي ريموند بقى بيقول تاتش عليا، وقد ايه الروح رياضيه وجميله داخل اللقاء من الفرقتين. نادي طلائع الجيش بيتبادل كده القوة مع فريق النادي الأهلي، وفعلا دخل اللقاء ودخل الشوط الثالث 3-3 حتى الآن، وخد بالنا المباراة ما انتهتش، وادي محمد معوض باستقبال ولا أروع من كده، وادي ريموند ولكن بند كده في ايد حوات الصد وتترفع لعصران اللي ضربه وهو مغمض وبريست ايديه سهلة قوي ومن بين حوات الصد كان فاتح شوية ابو صلاح ماسك له اللاين وملمش عليه جورجيف، ولكن الكره من البتوين واحمد صلاح بقى بيقول له خد انت البتوين اللي بيننا، وده صح جدا الاتفاق ما بين اللاعبين داخل الملعب بالذات مع خبرات عاليه زي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. وادي كره كده بيستقبلها معوض وتاني المنطقه الاماميه من منتصف الشبكه جورجيف، كورته بيلمسها من عالي قوي ولكن ساعات كده بتفتقر لعنصر القوه ولكن بيحقق النقطه وده المطلوب. أربعة الجميع للفريقين، جورجيف رقم ستة زي ما قلنا الشوط الثالث ماشي سجال، وادي ارسال خارج حدود الملعب ولكن في اشارة من الحكم الثاني برونج بوزيشن او خطأ كده في الدوران او خطأ في التمركز داخل الملعب، ولكن في النهاية هي نقطة اهلاوية بصرف النظر عن الارسال مكسبه او ضياعه، الخطأ القانوني اتحقق الاول وهو خطأ الدوران بدون النظر بقى لاتجاه الإرسال، وقرار سليم وصحيح من الحكم الدولي وليد الخشن. وادي ريموند هنا حب جورجيف حب يفكر كده ويعمل اسقاط، ولكن بقى في كده عناصر تلعب بقوه بس بتسيب التفكير لبعض العناصر الثانيه وبيعاتبوا عليها اهو زمايله. عصران أداؤه مميز حتى الآن، وأدي إرسال سريع واستقبال رائع وممتن من أحمد سعيد، وأدي دولة ولكن الكرة يلمها على طول وإنها طلعت الجيش، وعصران فيها تاتش ولا إيه؟ هنشوف كده فيها تاتش، لأ بيحسب الحكم الأول ما فيهاش. زي ما قلنا روح الود كده بين الفريقين. ما زال الشوط الثالث مقفول 6-5 حتى الآن، تفوق بنقطة واحدة غير الشوط الأول والثاني اللي كان فيها متألق النادي الأهلي
ويكمل كده ونهى النتيجه 25-16 25-14، ولكن زي ما قلنا لحضراتكم المباراه ما انتهتش، ونادي الطلائع هيقدم شيء في المباراه دي، وحتى الان سجال نقطه هنا ونقطه هنا. بيرجع عمر ايهاب على الارسال رقم 17 عمر، ارسال سريع وخارج الملعب وغير مبرر، وهنعود شكلنا كده مره اخرى لضياع الارسالات الغير مبرر من فريق طلائع الجيش. بنظرات كده عتاب بسيطه بيعاتب الكابتن ابراهيم، لاعبيه بقى بيحاولوا كده او عايزهم ينفذوا اداؤه الخططي. النادي الاهلي بيمتلك ما شاء الله عناصر قويه جدا، ما ينفعش معاها اللعب بنقاط ضايعه كتير زي ما حاصل. وادي هنا نوت باص، كره ما عدتش اصلا الحافه العليا للشبكه، وبدا الفارق يتسع بنقطتين، والوقت المستقطع الفني الاول في الشوط الثالث، و8-6 حتى الان للنادي الاهلي. وصلنا مع حضراتكم لمنتصف السبعينات الى منتصف الثمانينات، وهي البدايه الحقيقيه والفتره المميزه والاكثر تالق للمارد الاحمر، حيث حقق الفوز ب 9 بطولات من 10 بطولات سواء كاس او دوري، وحصل على بطوله افريقيا في 80 و83، وحتى النهائي كان مع الغريم التقليدي نادي الزمالك، وقدر يفوز النادي الاهلي في البطولتين. عام 81 كان حصل الاهلي على البطوله الافرو اوروبيه اللي كانت بتجمع انديه فرنسا وهولندا، واقيمت في هولندا، ودي المره الوحيده او المره الاولى اللي في نادي عربي يفوز بمثل هذه البطوله. وكان ابرز اللاعبين في هذه الفتره بقى في 75 85، كان الكابتن نور عطيه ورينجلوال ومحمود فرج وايهاب فخر الدين وابراهيم فخر الدين واحمد زكريا وشعبان خليفه، محمد شعراوي، جمعه عبد الحميد، طارق فريد، ممدوح اسماعيل، وجيه حمدي، ايمن فخر الدين، رضا الغزالي، احمد الشموطي، خالد الشموطي. وكان المدير الفني الكابتن توفيق شهاب، ثم الكابتن ايهاب فخر الدين. فترة مليئة بالانتصارات في 10 سنين متتالية مع جيل ذهبي للنادي الأهلي، بيشرف طبعا بقى منصات التتويج. وآدي دولة وخبطة كده، سلامات عبد الله، خبطة من عادل وهو نازل، كان صلاة كان عبد الله واقف تحتيه، ولكن إن شاء الله بسيطة، الكوع كده جه في الصدر شوية، إن شاء الله يقوم بالسلامة عبد الله. كرة كانت سهلة يا عادل، ولكن عبد الله ما كانش اتحرك في مركز 2. اللعب متوقف كده، وبيطمن عليه بقى الجهاز الطبي والدكتور سامح ظلام اصابات الملاعب. وادي عبد الله خارج ولا ايه؟ سلامات يا عبد الله، جات له كده في منطقه حساسه او صعبه في العظمه بتاعت التركوه، ان شاء الله سليمه وبسيطه، هيطمن عليه الجهاز الطبي ان شاء الله. وادي حسام بقى يوسف نازل، لا يقل كفاءه واقتدار ان شاء الله عن عبد الله. حسام له كثير من الانتصارات والجولات داخل صفوف النادي الاهلي، لاعب مميز ما شاء الله، طويل القامه، حافظ فرقته كويس زي عبد الله بالظبط، ولكن طبعا عبد الله بقى في الخبرات والمشاركات الدوليه والعالميه اكتر شويه، والاحتراف اداله تقل شويه. وادي دولة ارسال سريع واستقبال جيد من عصران واسقاط، والصخره بيتالق وينزل على الارض زاروك، وبيطلع كوره دولة جامده قوي. وادي تاني هنا تالق وتعاملك من عصران، ويا راجل ارفعها بجر حتى مش مشكله، ولكن قرار صحيح من الحكم الدولي وائل انديل. مفيش هنا لفت وما لفتش يا تايسون، الحكم قراره واضح، كوره دبل. وفعلا كان واصل لها متاخر قوي معد فريق نادي طلائع الجيش مصطفى جابر. وادي استقبال وحائط صد، وبدا المباراه تاخد شكل حماسي وشكل قوي جدا منقطع النظير بقى مع الشوط الثالث كده، و11-7 بادئ الفارق يتسع ل4 نقاط، وشكلنا كده هنكمل على كده ولا ايه؟ ولكن كان بادئ نادي طلائع الجيش بقوه واقتدار مع بدايه الشوط الثالث. ادي ارسال من عادل خططي على لاعب السنتر وعصران، ولكن عادل للمره الثانيه دفاعات قويه. وادي احمد صلاح بايد من حديد، ابو صلاح بيطير ويلعب كره قويه بنقطه مباشره، ما شاء الله عليك يا صلاح.
ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن ابراهيم فخر الدين، بيحاول يلحق بقى نزيف النقاط 12 7 حتى الان، ولكن جهد متميز للجهاز الفني والاداري لنادي طلائع الجيش. زي ما قلنا لحضراتكم تشكيل الجهاز اللواء دكتور صبري مسلحي رئيس جهاز الرياضه، والعميد محمد صادق رئيس جهاز الكره الطائره، والعقيد تامر بيبرس نائب رئيس جهاز الكره الطائره، وكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني، والكابتن محمد بخيت المدرب العام، والكابتن محمود الوزير الممرن والعلاج واخصائي التاهيل ايهاب طنطاو ومحمد عبد المحسن، والمدير الاداري شعله النشاط ل فريق نادي طلائع الجيش الكابتن هاني فكري. ارسال مازال مع زاروك او الصخره دوله، ارسال عادل مؤثر لكن خارج الملعب المره دي. عادل عمل لوب شويه كده، كان بيلعبه سريع اكتر من كده. تايسون على الارسال، قوي يا تايسون، واستقبال جيد من ريموند وحسام. الله عليك يا حسام، تسلم ايديك يا حسام، وبياكد عليها ابو صلاح وبيطلع للنقطه 13 وخمس نقاط فارق في الشوط الثالث، ورايح النادي الاهلي للفوز باللقاء ولا ايه؟ ولكن بقى في محاولات كده مستميته من فريق طلائع الجيش وكفاح داخل صفوف طلائع الجيش للمحاوله بالحاق الطائره الاهلاويه، وادي حسام بارسال قوي، تايسون باستقبال رائع وبيخش عصران، ولكن تعلى شويه الكوره بيلمها حسام وبيحط على طول رمضان، وصلاح بيستخدم بقى سلاح العقل كده وفي ايد حائط الصد ونقطه مباشره، ورجع تاني حسام على الارسال 14-8، مزيد من اهدار النقاط في نادي او فريق طلائع الجيش. مازال حسام يوسف على الارسال، قوي يا حسام الارسال، وقد ايه ممتع الاستقبال من تايسون والولد الصغير بقى او فتى الشاشه الصغير كده عمرو تامر رقم 4 صاحب اليد اليسرى، لسه ما ثبتش على ستايل الكوره بتاعته، بتبقى مش معروفه لسه فين، سواء يضرب زاويه او لاين، وساعات كتير كان بيخفق فيها، ولكن هو خامه طيبه جدا وطالع ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وادي هنا ارسال خططي موجه كان بيتمناه الكابتن ابراهيم فخر الدين من بدايه اللقاء، وبياكد عليه بقى لاعب نادي طلائع الجيش اللاعب رقم 10 محمد عفيفي لاعب سنتر الشبكه، وبيلعب على طول في المكان ده في البتوين ما بين احمد سعيد ومعوض، وللمره الثانيه بنقطه مباشره. وقد ايه الارسالات الخططيه ممكن تتعبنا، وخلي بالكم المباراه ما انتهتش، وقد ايه هنا خبره وفطنه محمد مسلحي، وبياخد كده تايم اوت على طول يلحق بقى الكلام ده ويشوف ايه الخطا عندنا. 14 الاهلي 11 طلائع الجيش، قل الفارق بعد ما وصل لست نقاط، ومجهود رائع لنادي طلائع الجيش ومديره الفني الكابتن ابراهيم ومحمد بخيت وكابتن الوزير وباقي الجهاز الفني، وايضا مجهود رائع للنادي الاهلي بالحفاظ على التقدم حتى الان لجهازه الفني ميدو مصلحي وتامر مجدي ومحمود جمعه وباقي الجهاز المعاون. ارسال تاني على احمد سعيد لكن استقبال المره دي، وحسام بيعليها، خلي بالك يا سعيد الكور المشترك، وترجع تاني اهو وعلى الشبكه للولد تامر، وضرب قوي ودفاعات من محمد معوض عمرو تامر، ضرب كره قويه كده وكانت دفاعات من معوض، وده الفارق ال 14-12، فارق نقطتين لصالح نادي الاهلي. تاني ارسال خططي ايضا، ويستقبلها معوض المره دي، ومين ده المحترف جورجيف، جورجيف ما بيكدبش خبر وبيطلع بقى من المأزق ده على طول، وينهي ارسال الراجل اللي عمل ازعاج في استقبال النادي الاهلي حتى الان، ولكن على طول لمينا الموضوع ووصلنا لاحمد سعيد على ارساله. يا ترى هيعمل ايه؟ ارسال قوي جدا بنقطه مباشره، بيرد علينا ويقول لنا اهو عملت نقطه يا كابتن، ده اللي انا هعمله وان شاء الله يكمل عليه. و16-12 الوقت المستقطع الفني الثاني، واداره جيده جدا للمباراه واللقاء من حكمي اللقاء الدوليين الدكتور وائل انديل والكابتن وليد الخشن.
عارفين حضراتكم طبعا تاريخ النادي الاهلي الطويل وتاسيسه في 1907 وتاسيس فريق الكره الطايره في 1932، وطبعا ده تاريخ ما حدش يقدر ينكره. وزي ما قلنا لحضراتكم قد ايه التاريخ حافل بالبطولات والمسابقات اللي صعب جدا نحصرها، واللي منها حقق اللقب 15 مره في البطوله الافريقيه، وعنده صاله من اروع الصالات اللي موجوده في الانديه، مش هنقول عليها صاله استادات او كده، ولكن صاله في نادي الاهلي بتسع ل 2500 مشاهد. والرئيس الحالي طبعا الكابتن محمود الخطيب، والعصر الذهبي اللي بيعيشه النادي الاهلي في كل الالعاب طول عمره بنفس التفوق وبنفس التألق. ارسال مع عصران وارسال قوي واستقبال ريموند معقول ومتقن وفي مركز أربعة، ولكن حائط صد ولا اروع من كده للاعب مصطفى جابر عبد السلام المعد اللي نزل في صفوف نادي طلائع الجيش بديلا عن اللاعب احمد صابر، وحتى الان اللاعب متألق ومحقق نتيجة مع فرقته. وده الفارق مرة تانية النقطتين. وتامر بإرسال قوي، كان هو برضو اللي على الإرسال المرة اللي فاتت ولكن في الشبكة المرة دي يا تامر أو عمرو تامر. يرجع جورجيف على الإرسال، ولكن تغيير من المدير الفني المحنك محمد أو ميدو مصلحي، بينزل رؤوف على الإرسال بقى لأن الإرسال فيه ريسك شوية من جورجيف وما بيكونش قوي كتير. هنشوف كده رؤوف هيلعب إرسال خططي موجه ولا سبايك قوي مع الوزن. راح لمركز خمسة وبيلعب ارسال فلوتر مع الوزن سريع وياخده تايسون على طول وليه عصران، ولكن الكرة تاخد ايد حواط الصد احمد صلاح وتاخد ايد حواط الدفاعات من حسام يوسف، ونقطة لنادي طلائع الجيش. ونخلي بالنا يا اولاد 15 الجيش 17 النادي الاهلي، وان شاء الله تتم بخير ثلاثيه نظيفه، ولكن مجهود رائع لنادي طلائع الجيش. عصران على الارسال، ارسال سريع ومتقن، واحمد سعيد في اللقطه الثانيه او الثالثه في اخفاق من الاستقبال. ارسالات موجهه كده بيوجهوها على سعيد، وادي توجيهات من كابتن ابراهيم فخر الدين بتوجيه ارسالات خططيه على لاعبي النادي الاهلي. عصران ارسال قوي، وتاني نقطه تانيه، وفي كده دربكه شويه بين ريموند سيزيتو واحمد سعيد، مش عايزين نفقد الثقه يا رجاله. ونقطه واحده وادي تبديل بقى على طول، بيلم الورق كده الكابتن ميدو مصلح وبيدخل على طول المتالق عبد العال في الاستقبال، وعارفين اصلا عبد العال لعب لفترات طويله كاليبرو، واستقباله ما شاء الله متقن زي معوض كده بالظبط، وان شاء الله هيقدر يخرج من الكبوه دي. واول تعادل في الشوط الثالث، وادي فعلا عبد العال واحمد صلاح. الله عليك تسلم ايديك، الله عليك يا ابو صلاح تسلم ايديك. وفعلا بقى ادار النقطه دي باقتدار الكابتن ميدو مصلحي، وعدل كده ثلاث اربع نقط بيتلعبوا على احمد سعيد وفي البتوين، وبيحقق نقاط وتميز وتفوق في الناحيه الخططيه في الارسالات كده من الكابتن ابراهيم فخر الدين. ولكن ميدو مصلحي التلميذ علم بقى وراح مخرج على طول اللاعب اللي عنده مشكله، ونزل بقى استقبالات قويه، وادب صلاح بيرد بقى ويعوض، ونقطه مباشره، ويتسع ايضا تاني الفارق ل 19-17. وقد ايه مباراه مش مطوله معانا ولكنها ممتعه وحماسيه من الفرقتين. احمد صلاح على الارسال ابو صلاح، وارسال بعقل وبنقطه، ايوه كده يا ولد، هو العقل ده اللي بيحقق لنا الفارق، وقد ايه بتحتاج القوه برضو وبتنفذها، ما شاء الله عليك تسلم ايديك. وقد ايه فعلا باقتدار ووقت مستقطع، وبيحاول يلحق الكابتن ابراهيم كده الشوط الثالث عشان فرقته تستمر في اللقاء. و17 نادي طلائع الجيش 20 النادي الاهلي، والارسال مع احمد صلاح. ولا انت يتخاف منك امشي، انت يتخاف منك يا. انتهاء الوقت المستقطع اللي طلبه نادي طلائع الجيش، الوقت المستقطع الثاني ليه، كان اخذ وقت مستقطع في النقطه 11-8 او 12-8 اظن، وطبعا وقت مثالي جدا للوقت المستقطع بيطلبه كابتن ابراهيم فخر.
هل بقى هيتم تعويض نزيف النقاط والرجوع لأجواء اللقاء وأجواء المباراة مرة تانية؟ أحمد صلاح إرسال قوي، كان ممكن يبقى خارج الملعب شوية، ولكن النهاية هي نقطة لنادي طلائع الجيش بعد ضرب من منتصف الشبكة. بيرجع على الإرسال عمر إيهاب، إرسال فلوتر مع الوزب، وعبد العال المرة دي إرسال استقبال غير متقن ولكن بيلمها على طول حسام، وأدي كرة منطقة خلفية وعصران ودربكة، ترجع كرة تاني لنادي طلائع الجيش وبيضرب على التاتش بقى لاعب سنتر الشبكة لنادي طلائع الجيش اللاعب رقم 10 محمد عفيفي، واللي ليه الفضل في إرسالات موجهة ضايق بيها شوية فريق النادي الأهلي. 17 على الإرسال عمر إيهاب، وفارق نقطة واحدة، والجيم صعب جدا ان نضيع والنقطة ديت في الإرسال. وادي بقى الكابتن ابراهيم فخر الدين بيبص كده للسماء وبيقول مش وقته خالص تماما يعني، والجهاز المعاون برضو كان مقرب السكور ولكن لسه في اللقاء بقية ولسه في الحديث 4 نقاط تفصل النادي الأهلي عن انتهاء اللقاء. ريمون على الإرسال، ارسال في الشبكة ايضا برضو مش وقته يا ريمون، انا متفوق بنقطتين ودي ممكن تكلفنا الغالي والنفيس. وادي بقى لسان حال الكابتن ميدو مسلحي والكابتن تامر مجدي والكابتن جمعة، ويرجع تاني احمد سعيد للقاء والاجواء، عمل اللي عليه عبد العال، نزل كده استقبل كورتين ويطلعهم وده اللي كان مطلوب في المرحلة دي. وهل هيوجه الارسال على احمد سعيد بعد سكرين قوي جدا معمول عليه وفعلا، ولكن معوض بيخطا وكان المفروض ياخدها احمد سعيد صوابع من فوق على طول، ولكن بيتازم الموقف وتعادل 21-21. هل في الحديث بقيه؟ هل في المباراه تكمله؟ هنشوف مع كفاح من الفرقتين وقد ايه بقى الاوراق اللي بيستخدمها المديرين الفنيين الكابتن ابراهيم والكابتن ميدو مسلحي، وكرة ملهاش صاحب، هيعمل احمد سعيد وتايسون بياخدها وهو نازل وبيعدل كده من خطأ احمد سعيد وبيحقق نقطة جميلة ومباشرة للنادي الاهلي. 22 الاهلي 21 الجيش، وراجع على الارسال زاروك الصخرة دولة 2 متر 11 ما شاء الله، دولة ارسالاته سريعة ومؤثرة وبيلعبها في مركز 5، نشوف كده بعينينا هنلاقيها منطقة خالية تماما من وجود مستقبلين او يأخر على طول بعصران، وفعلا هو لعب على عصران وتايسون ودفاعات من دول للمرة الثالثة، وادي دفاع تاني وفي سافرة كده بكرة محمولة، ولكن الراجل كانت ايده مقفولة بيقول له كابتن ميدو مسلحي، ولكن الحكم هو سيد الموقف وهو الوحيد اللي بيقدر الكرة دي، وجود جادج الحكم الدولي الدكتور وائل انديل والحكم الدولي الكابتن وليد الخشن. تايسون تاني ارسال وسهل المرة دي ودخل احمد سعيد لجوه ومنطقة خلفية، وابو صلاح في الشبكة، وخدوا بالكم اول تقدم في الشوط الثالث 23-22، ونخلي بالنا يا اولاد الجيم مأزم معانا، لازم نوجد الحلول دلوقتي، وكرة اولى لازم تطلع مظبوطة والاتاكر لازم يخلص، معانا احمد سعيد على الشبكة، معانا جورجيف في مركز 3، معانا حسام من المنطقة الأمامية، هنشوف يا ترى هنعمل إيه. وآدي في المنطقة الخلفية لأحمد صلاح وبيعوض كورته، ودفاعات قاتلة ومستميتة وإرجاع ولا أروع من كده ليحيى شعبان ليبرو نادي طلائع الجيش، وكرة كانت أوت وبيفوتها كده معد الفريق رقم 16 ولكن مصطفى جابر، ولكن تكلفه الغالي والنفيس وتعمل معاه تاتش ويروح الإرسال للنادي الأهلي مع ارسالات حسام و23 23، وقد ايه المباراه اتقلبت الحماسيه جدا وسجال بين الفرقتين في الشوط الثالث. يا ترى يا حسام نقطه مباشره بارسالك ما شاء الله ولا يحصل ايه؟ ولكن لعبوا بريست الايد، وادي تايسون ومن مركز 2 وكره خارج الملعب، وبيقول في تاتش على احمد سعيد، وفعلا وجود جادج الكابتن وليد الخشن والكابتن وائل انديل واحمد سعيد بيقدم كده
ولا اروع من كده، صوره رياضيه حيه. وبيقول فعلا الكره تاتش، وفي النقطه ايه، في النقطه 24 كان ممكن اي لاعب تاني يقول لك لا ويدربك المباراه ويعصب لاعبيه ويعصب مدربيه، ولكن هديه بيقدمها اللاعب رقم 10 لنادي طلائع الجيش محمد عفيفي، ويضيع ارسال ويرجع كفه الميزان مره ثانيه. 24-24 وما زلنا في حيره هل سينتهي اللقاء ام له تكمله. وادي كره بتتعكس وكانت صعبه قوي وفاتيه كده، ولمس شبكه وريمون متعود على كده، عشان كده ساكت هو فعلا. ريمون جاب شبكه وساكت خالص ريمون سيزيتو، وهي دي بقى تفاصيل وشعارات اللاعب المحترف، ملوش دعوه بتحكيم، ملوش دعوه حصل ايه، انا جبت او ما جبتش، انا الحكم حسب عليا خالص، حسب عليا حاجه، بسكت وارجع واكمل ادائي. عمر ارسال ريمون استقبال مكهرب ومنتصف الشبكه لجورجيف، وبيطلع عالي جدا وما بيلحقهاش نادي طلائع الجيش. ونرجع تاني ل 25-25، يا ترى مخبل لنا ايه؟ وادي هنا الارسال مع جورجيف، وكان بيضيعه لما بيلعب سبايك، وطلب منه كابتن ميدو مصلحي يلعب ارسال فلوتر عشان يضمنه شويه، وفعلا ضمنه، واستقبال من تايسون ومركز اربعه وعصران كان مقدم شويه سعيد وجورجيف، ونقطه لطلائع الجيش. يا ترى في ايه في اللقاء؟ يا ترى طلائع الجيش بالتفوق الواضح في الشوط الثالث هيقدر يحصل على الشوط ويدخل تاني في اجواء اللقاء، ولا نادي الاهلي هينهي بقى القصه وهينهي الحكايه ويظل محلقا بنتيجه 3-0 بعد 6 مباريات فوز 3-0، وزي ما قلنا لحضراتكم عنده 7 لقاءات هزيمه مباراه، فوز لقاء فوز 6 لقاءات، وفاز على كل من سموحه وهليوبلس وسبورتنج والداخليه والطيران والاتحاد بنتيجه 3-0، واتهزم من البتروجيت بنتيجه 3-2، وليه مباراه مؤجله مع الترسانه. لقاء تحول الى المتعه والاثاره في نهايته، الناس قد ايه مستمتعه بيه. وادي ريموند وفي ايد حوائط الصد ونقطه، وسته كان مرحل شويه مركز 6، ولكن في النهايه هي نقطه لنادي الاهلي. و26 26 وابو صلاح على الارسال، ويا ترى يا ابو صلاح هتلعب بريسك عالي وبنقطه مباشره، ولا هتلعب بريست ايديك، ونشوف بقى حوائط الصد القويه اللي معانا. ريمون بيجيب شبكه، خلي بالك يا ريمون. وادي ابو صلاح بريست ايديه فعلا، وخدها تايسون وفي مركز 2-1. وادي هنا حوائط الصد، وسلامات لرمضان نزل على ظهره كده، ولكن كان طلع بدري قوي للكوره، كان ممكن نلف يا رمضان ونطلع، ولكن معلش سوء تقدير كده، وكانت الكوره مضروبه، عفوا كانت الكوره مضروبه بقوه واقتدار من فريق طلائع الجيش. وادي اول مشاركه بقى للاعب رقم 23 يوسف العنتابلي. ارسال سريع واستقبال جيد من سعيد وريموند، وتتلم كورته، و27 الجيش 26 الاهلي، وكوره ونقطه للجيش، ونرجع ونكمل اللقاء. وقلنا لحضراتكم الجيش من بدايه اللقاء عنده كلام تاني، استراحه قصيره ونعود مره اخرى مع حضراتكم. نرجع مرة تانية أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة النادي الأهلي، قناة نادي القرن، قناة النسر المحلق عليا في سماء الإعلام الرياضي، ومع لقاء بيجمع النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش بصفة النادي الأهلي وصاحب الأرض. وكان ممكن ننهي القصة وننهي الحكاية ونخلص 3-0، ولكن نادي طلائع الجيش قدر أنه يتفوق في الشوط الثالث ويعدل من صفوفه وختم الشوط لمصلحته. ونرجع تاني في الشوط الرابع بقى مستنيين هل هيستمر التألق لنادي طلائع الجيش على ما هو عليه، ولا هيعدل النادي الأهلي من صفوفه، بالأخص بعد خروج عبد الله عبد السلام بإصابة كده في كتفه. سلامات يا عبد الله، وطبعا حسام يوسف لا يقل أهمية وكفاءة عن عبد الله، ولكن بقى هنقول شوية كده تأثر الاستقبال في الفريق النادي الاهلي بفضل ارسالات موجهه طلبها على طول الكابتن ابراهيم فخر، وفعلا اثرت على النتيجه، وانتهى الشوط ب 28 بعد رالي طويل وممتع بين الفريقين. منتظرين المزيد والمزيد من فريق النادي الاهلي
تسجيل القصة بقى وانتهاء الحكاية كده في المباراة العصيبة واللي تحولت لحماسية جدا مع الاحتفاظ بالروح الرياضية بين الفرقتين وبين المدربين والحكام، ولا أروع من كده في تابلو رائع داخل صالة النادي الأهلي، صالة فعلا مفخرة للرياضة المصرية. تايسون هيبدأ على الإرسال، عمر نجيب تايسون إرسال قوي خارج الصفوف من النقطة الأولى، والانتقال لحسام يوسف معد الفريق الأهلاوي أو المارد الأحمر نادي النسر المحلق في سماء الرياضة المصرية والعالمية. وحسام إرسال قوي واستقبال رائع وفي مركز أربعة، دخل بدري عصران ولكن دفاعات جيدة وكرة ترجع أي حاجة ويلحقها على طول فريق النادي الأهلي، وريموند ما فيهاش أي حاجة، الكرة على الحافة العليا للشبكة والوحيد اللي يقدر يقدرها هو الحكم الأول وشايفها فعلا، وكان اعتراض من فريق طلائع الجيش ولكن الحكم الأول موازي نفسه كده مع الشبكة وبيشوف بقى الكرة وبيحسبها النادي الأهلي. اتنين لا شيء حتى الآن في الشوط الرابع، وادي إرسال قوي استقبال معدي وكان المعد في المنطقة الخلفية وغير مسموح له بالارتقاء والاشتراك في الكرة ولكن سابها تكمل الحكم الأول على اعتبار ان النقطة أهلوية، ولكن شايفين اهو الدوران للمعد في نادي طلائع الجيش من المنطقة الخلفية والكرة كانت معدية بالكامل للنادي الأهلي. وادي حسام وارسالات قويه ما شاء الله من حسام وفي مركز اثنين وضرب في العصا الهوائيه واربعه لا شيء حتى الان. وادي ريمون سحب ايديه كده شويه ووقت مستقطع مع بدايه الشوط الرابع، والمفروض متفوق نادي الجيش في الشوط الثالث كان يكمل على تفوقه، ولكن بقى دخل فريق النادي الاهلي كده بقوه من بدايه الشوط الرابع بيحاول يعوض شويه هزيمه الشوط الثالث، بالاخص ان بعد المباراه اللي خسرها من نادي بتروجيت بدات بقى تتاخد كده تعليمات وقرارات ان هنتحاسب بالشوط، والشوط الخساره ليه ثمن سواء في النتيجه او في العقود. وطبعا بقى بدا يفوق لاعبي النادي الاهلي وزي ما قلنا فاز في ست لقاءات سموحه وهليوبلس وسبورتنج والداخليه والطيران والاتحاد بنتيجه 3 لا شيء، اما طلائع الجيش فاز في ست لقاءات ايضا متساوي في عدد مرات الفوز ولكن فاز 3-2 على نادي بتروجيت وده اهدره نقطه وبقى عنده 18 نقطه وليه مباراه مؤجله مع نادي الطيران. حسام ما زال متألق على الإرسال وإرسالاته قوية وتايسون استقباله رائع وعصران ودفاعات ومباراة ولا أروع من كده، مباراة منتخبات فعلا وكان ممكن، ولكن ريموند المشكلة عنده في حائط الصد فعلا وبيحاول يعالجها. كابتن ميدو مسلحي ساب محمد معوض داخل الملعب ليعمل كده دفاعات قوية وكان ممكن يجيبها ولكن كانت سرعة رد فعل الكرة عالي قوي. وهنا بقى بيوجه الكابتن ابراهيم فخر الدين لاعب الارسال يلعب على مين وبيرمي على احمد سعيد وبيعطله، واول قلشه استقبال وحسام بيسحب ايده، طبعا لو عمل بلوك يبقى خطا قانوني وحب حسام كده انه ياثر بس على اللاعب الضارب من في نادي طلائع الجيش، ونقطه لطلائع الجيش 2-4. وادي استقبال جيد من معوض وفي مركز اربعه واسقاط من احمد صلاح بدون متابعه من دفاعات طلائع الجيش. ناديين من الأندية الأقوياء في مختلف الألعاب، تاريخ طويل لنادي الأهلي وتاريخ حديث التكوين ولكن مستمر على التألق لنادي طلائع الجيش. الاثنين عندهم جهاز فني رائع، عندهم تكتل لاعبين مع فارق الأعمار السنية ولكن نادي طلائع الجيش الأعمار السنية أقل، عندهم جهاز إداري معاون على أعلى مستوى، عندهم خبرات في النشاط الرياضي وتألق عالي في النادي الأهلي طبعا بفضل بقى خبرات قوية للكابتن رؤوف عبد القادر والدكتور ياسر المعاون للكابتن رؤوف. وادي حائط صد واتقلبت المباراة زي ما قلنا مباراة حماسية، وزي ما يكون العنوان بتاعها فين عبد الله عبد السلام
فين الساحر اللي كان في الملعب؟ ولكن طبعا حسام لا يقل كفاءة ولا يقل تميز، ولكن بقى تحس ان اللعيبة كده بدأت شوية نفسيا، ولازم هم يزودوا شوية من عنصر التألق النفسي. وادي ريموند باستقبال مباشر، وترجع لنادي رائع الجيش، واسقاط وعدم تمركز صحيح، وبتتقلب المباراة، وعايزين بقى ربنا يستر كده للآخر واللعيبة تفوق شوية. ولكن طبعا لا ننكر المجهود اللي بيقوموا بيه لاعبة رائع الجيش، وان شاء الله نعدي الكبوة دي. وهزيمة الشوط الثالث مقصرة شوية، وادي ارسال بنقطة، نلم نفسنا بسرعة يا اولاد، يلا نعمل ريكفري لنفسنا، نشوف كده نطمن على عبد الله، بيدي اتزان نفسي للاعبين. وطبعا حسام متربي وسط اللعيبه دي، ولكن بقى زي ما تقول كده بيبقى بعبع شويه للعيبه في الفريق الاخر. وادي ارسال في الشبكه، وهيحاول بقى الكابتن ميدو مصلح كده يعمل تعديلات في صفوفه ولا ايه، ولا ينبه على لاعبيه ان النقطه ليها ثمن وغاليه في مباراه طبعا بين نادي الزمالك ونادي الاتحاد شغاله دلوقتي، ما نعرفش نتيجتها انتهت لايه، كنا سايبينها 2-1 للزمالك، وهنشوف كده ونتابع مع حضراتكم ونقول لكم النتيجه. وادي اسقاط وجورجيف واحمد سعيد اللي اختفى شويه في الشوط ده والشوط اللي فات، ولكن بيرجع تاني، وعصران بيطلع عالي وبيلطش كده كوره من بين حوائط الصد اللي لازم نعرف بقى زوايا الضربه عنده ايه، ونقفل شويه عادل. وادي بقى صحوه الجماهير وقد ايه احساسهم بالمسؤوليه تجاه فريقهم، وبيكملوا اللي بدأوا النادي الأهلي وبيحاولوا كده يدعموا فريقهم، وزي ما قلنا تدعيم قوي من كل الجهات المعنية داخل النادي الأهلي، من مجلس إدارة قدير بقيادة بيبو أو الكابتن بيبو الكابتن محمود الخطيب، ومعاه قيادة لجهاز ولا أكثر من رائع، ونجاحات متعددة للنشاط الرياضي، والهيكل بالكامل يدعم صفوف النادي الأهلي. وأيضا يأتي الآن الجماهير اللي بتحضر اللقاء أو أعضاء النادي اللي جم بقى وحسوا إن فرقتهم في أزمة وبيأزروا كده فريقهم. وأدي التألق، وأنا من كتر الروعة لحسام يوسف كنت أسقف وأنسى نفسي كده، ولكن كرة رائعة من حسام، وتاني تايسون، ولكن تروح فين يا تايسون؟ معاك حسام يوسف 2 متر و4، ومعاك الصخرة زاروك أحمد محمد عادل 2 متر و11، وما شاء الله نقطة. وقد إيه التألق برضه في نادي طلائع الجيش. الوقت المستقطع الفني الأول، وشايفين بقى صيحات المتابعين للقاء وأعضاء النادي الأهلي، مش هنقدر نقول عليهم جماهير، ولكن هم أعضاء النادي المحبين ليه، حسوا بقد ايه مسؤوليتهم تجاه فرقتهم، عرفوا ان الفريق متاخر بشوط، دخلوا على طول يشجعوا فرقتهم ويأذروه. وده طبعا اللي معروف عن النادي الاهلي لتكاتف كل وسائله وكل جهاته في الوصول بالفرق الرياضيه كافه لافضل المناصب، وحتى الان بيتولى كده شان النشاط الرياضي زي ما قلنا الكابتن رؤوف عبد القادر ومعاه الدكتور ياسر نصير، والاثنين عاملين دويتو كده رائع في إدارة النشاط الرياضي، ربنا يكملها معاهم بالخير إن شاء الله، ومزيد من البطولات ومزيد من النجاحات. نرجع تاني لأجواء اللقاء، وأحمد صلاح واللي إيديه ما شاء الله من حديد، واللي هيحاول بقى يعوض فارق النقاط بنقطة واحدة ويزوده، ولكن في الشبكة، ومفيش مشكلة يا أحمد، الارسالات القوية هي دي السمة الأساسية بتاعتها، ريسك عالي قوي، لا نقطة مباشرة ليا لا نقطة مباشرة عليا. وطبعا لاعب عالمي ودولي أحمد صلاح، واحترف في العديد من الأندية. وآدي إرسال موجه، وريمون بيخش على أحمد سعيد، واستقبال كان مزنوق، وتطلع الكورة يشدها أبو صلاح، وأحمد سعيد وفي إيد حوائط الصد، وهو ضارب كده بيضرب على خارج الملعب. وراجع هو عبد العال للصفوف، هينزل يا ترى مكان مين؟ ونزل فعلا مكان احمد سعيد، بيحاول بقى يمتص شويه كابتن محمود جمعه وكابتن تامر، وسلامات عبد الله عبد السلام بخبره المعد القدير وقائد الفريق بيمتص كده حماسه احمد سعيد. وادي عبد العال وتايسون بيزنق شويه الاستقبال، ومنطقه خلفيه كانت صعبه قوي، ونقول بقى التألق للصخرة، التألق لدولة، يا رب بس يعجبه اللقب الجديد اللي قلناه، وفعلا هو صخرة حائط الصد المصرية
محمد عادل اللاعب العملاق ما شاء الله 2 متر 11 محمد عادل، صفوف النادي الاهلي والمنتخب قادما من صفوف نادي سموحه. وادي اي حاجه تحس كده الكره كي جي 1، ولكن بقى ادي تايسون، وخلي بالك يا تايسون الكابتن ابراهيم عامل المستحيل هو وجهازه الفني والاداري، وبيحاول يعمل توليفه من صغار السن اللي بيهم هيكملوا فعلا، ويدعم بقى بلاعب او اتنين كمان من اللاعبين البارزين في الانديه، ويعمل كده منظومه يكمل بيها المنظومه اللي بدات واللي كمل عليها احمد صلاح وعبد الله عبد السلام لما جم لنادي طلائع الجيش، كسبوا دوري وكاس وافريقيا مرتين، دوري مرتين، كاس مره افريقيا. وبمجرد ما خلصت الجيل ده وما كانش في تدعيم من الناشئين، على طول فطم بقى نادي طلائع الجيش بقياداته كده الحكيمه ان لازم نعمل طفره ونهضه تاني داخل الصفوف، واعادوا تشكيل الجهاز، وتولاه بقى العميد محمد صادق وتامر بيبرس، وعملوا كده توليفه فعلا مع كابتن ابراهيم فخر، وحققوا المعادله الصعبه. وشايفين اهو فريق فعلا من الصغار ومعاه بقى خبرة لاعب او اتنين، وسامعين ازير الجماهير حست بالمشكلة اللي فيها فريقها ودخلت دعمته، وفارق 3 نقاط وعادل ارسال خارج الملعب. معلش يا دولة، عامل نقاط جميلة جدا من سنتر الشبكة سواء في الاتاك او حائط الصد. وشايفين بقى لو تجينا هنا الكاميرا مع اللي خارج من الملعب، بتلاقي على طول عبد الله عبد السلام مستقبله وبيحاول يدعمه كده ويهديه شويه. وادي تايسون ارسال بريست الايد واستقبال من عبد العال ومنطقه خلفيه وقنبله من ابو صلاح، ولكن على طول دفاعات مستميده للاعب يحيى شعبان، وتاني تايسون معاه وكتيبه فريق نادي الجيش اللي حتى الان عامله اداء ولا اروع من كده، وفي ظل بقى امكانيات متوفره لها. وادي دربكه وسلامات وان شاء الله تبقى كويس، وريموند بيعمل كره تاتش وبيتعصب كده، ولكن اقول لكم ثقافه الدكتور وائل حسب ايه، ريموند بيعمل اسقاط او بيحط كوره في تاتش البلوك، ولكن البلوك لمسها قبله وحطها في ايد ريموند وطلعت اوت. وهي دي ثقافه الدكتور وائل في احتساب النقطة، وطبعا ريمون فاكر ان هو حاسبها اوت كده من غير حاجة، ولكن الراجل ده او الدكتور وائل انديل والكابتن وليد الخشن هيتناقشوا بقى ويشوفوا كده الدنيا ايه، وهنشوف القرار النهائي. وهيقول بقى الكابتن وليد الخشن هل مين اللي لمسها الاول، وشكله كده هيقول له ريموند هو اللي حاطط الكوره في ايد حائط الصد، وطبعا ما يقدرش حد يتكهن بيها، ولكن لازم الحكم الاول يتاكد من الكره ويتاكد من صحتها، وبينده للحكم الثاني وبينده لحامل الرايه، وهنشوف قراره دلوقتي. وما يقدرش يدي قرار بقى هيشاور نفسه ويرجع كده الحكم الثاني لمكانه وبعدين يقول قراره ايه. كره معاده وقرار صائب 100% باختلاف وجهات النظر او العين اللي رات. كابتن وائل انديل شاف الكره مش تاتش، والكابتن وليد الخشن راجعوا كده فيها، ولازم هو مش متاكد، وعشان ياكد المعلومه ما يظلمش حد من الاثنين، وعمل اجيم بول كره معاده وترجع النقطه تاني 10 طلائع الجيش 12 النادي الاهلي. وعلى الارسال تايسون ارسال قوي من ابناء النادي الاهلي ايضا، قلعه حمراء تصدر ومصنع للابطال، يخرج اللاعبين في كافة الألعاب ويفرغها لجميع الأندية على كل المستويات. مفيش لعبة ومفيش نادي ما نلاقيش فيه عناصر وعناصر كفاءة واقتدار من أبناء النادي الأهلي. حسام بإرسال قوي ولكن المرة دي في الشبكة. حسام معلش المرة الأولى اللي ضيع فيها إرسال، ناخد بالنا ما ينفعش نمشي بالسكور إيكوال أو متقاربين مع لاعبي نادي طلائع الجيش، عندهم الحماس عالي قوي وبيقدروا يوصلوا للنتيجه بفضل خبرات الكابتن ابراهيم فخر الدين والجهاز المعاون ليه الكابتن بخيت والكابتن الوزير، وتنفيذ اللاعبين لاليه الاداء. وادي معانا هنا تاني اهو ارسال بيوجهه فين؟ خارج الملعب. يا راجل يا راجل، هو بيعاتب نفسه وبيعاتب اداؤه وبيقول مش وقته خالص والكره ما جاتش في ايديه، وبيعتذر كده بطريقه شيك للاعبين. وبيروح محمود رؤوف ينزل على الارسال، ويطلع ريموند
ارساله متواضع شويه ريموند، ولكن محمود رؤوف ارساله ما شاء الله سريع. رؤوف على الارسال سريع رؤوف، واستقبال كان خاطئ من تايسون لكن ما فيهاش دبل، وادي كره تاتش او ملامسه لحواد الصد من عبد العال وجوز ريف. يرجع عمرو تامر على الارسال رقم 4 صاحب اليد اليسرى. مزيد من التعليمات ومزيد من التألق للكابتن ابراهيم فخر والكابتن ميدو مصلحي، احتراما طبعا للالقاب وللخبرات التدريبيه. وكره على طول من جورجيف في نقطه مباشره في ملعب نادي طلائع الجيش. روح الإصرار والعزيمة على لاعبي نادي الجيش وروح البطولات والانتصارات ومزيد من التفوق والتألق للاعبي النادي الأهلي. مين فيهم اللي هيفوز؟ مين فيهم اللي هيكمل السيمفونية؟ مستنيين في متعة وروعة ولا أروع من كده مع حضراتكم ومع شاشات قناة النادي الأهلي، قناة النادي القرن، قناة النسر المحلق عليا زي ما بنقول لحضراتكم في سماء الإعلام وسماء الرياضة المصرية. الوقت المستقطع الفني الثاني و16 12 للنادي الاهلي، واتسع الفارق مره ثانيه لاربع نقاط. هل هيستطيع نادي طلائع الجيش لم الفريق ده بسرعه وعمل ريكفري كده سريع والرجوع ثاني للشوط الرابع والدخول في المنعطف الاخير او في الشوط الحاسم والخامس الفاصل، ولا الاهلي بقى بقصته وخبرته واقتداره كده في اداره اللقاءات وخبرات لاعبيه سواء الاحترافيه او على المستوى العالمي او المحلي والدولي وهيقدر يفوز باللقاء؟ هنشوف ونتابع مع حضراتكم مره ثانيه ومع لقاء النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش. جورجيف على الارسال، ارسال فلوتر واستقبال خطا مع ضعف الارسال، وادي لمس شبكه على معد الفريق رقم 16 ولا ايه، والحكم الثاني مديها على معد الفريق مصطفى جابر، واعتراض من تايسون كابتن فريق النادي الاهلي ومداعبه كده بروح عاليه جدا من الكابتن ميدو مصلحي لمصطفى جابر. والارسال مازال مع جورجيف وخمس نقاط فارق، وادي تايسون استقبال واي حاجه ودربكه، ويرجع جورجيف وحسام في مركز اربعه وعبد العال وحائط صد قوي جدا ولا اروع من كده من عمر ايهاب. وقد ايه المباراه ممتعه وقد ايه المباراه حماسيه، وفي لمس شبكه بيحتسبه الحكم الثاني الدولي وليد الخشن، وبتكهرب كده الاعصاب شويه وبيكهرب اللقاء والمباراه، ولكن بقى هنشوف قرار الحكم ايه. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن ابراهيم فخر الدين لتهدئه الاجواء. الفارق مش كبير، ممكن يتعوض ست نقاط، ولكن زي ما قلنا هل طائره النادي الاهلي ستظل محلقه دائما في سماء الرياضه المصريه والكره الطائره على وجه الخصوص، وهتستطيع الفوز باللقاء بفضل خبرات ونجاحات متعدده للاعبيه، ولا هيستطيع نادي طلائع الجيش الدخول مره ثانيه في المباراه والرجوع بالشوط الرابع والدخول في الشوط الحاسم والخامس بفضل خبرات جهازه الفني متمثله في الكابتن ابراهيم فخر الدين ابن من ابناء النادي الاهلي ولاعبيه اللي توليفه كده من صغار السن على لاعبين خبره زي تايسون. هنشوف ونتابع مع حضراتكم مره ثانيه مع قناه النادي الاهلي. ارسال سريع واستقبال غير متقن من عصران، وضرب الكوره جامده ولكن دفاعات ودربكه كده لماها كويس قوي محمود رؤوف، ما جريش حسام عشان يرفع وعبد العال كان راجع عشان يضرب، فالدربكه دي بس عملت ايه؟ نقطه لنادي طلائع الجيش و13 18 خمس نقاط وعصران على الارسال. مزيد من التعليمات والتوجيهات من الكابتن ابراهيم فخر الدين، وبيشاور كده الارسال في مركز خمسه، وهل عصران هينفذ ولا ايه؟ ونفذ فعلا، ورؤوف بيستقبل الكوره
وبيرفعها عصام وعبد العال، ولازم احمد سعيد دلوقتي ولا ايه يا كابتن ميدو؟ هنشوف كده، مش عايزين الموقف يتأزم. ولكن شايف تامر مجدي المدرب العام بيشاور للفرقه كده تهدى شويه، وعبد العال ضرب كره ولكن تاني بلوك على التوالي لعبد العال. 14-18، والنقطه دي اللي هتحدد هل هيستمر النادي الاهلي بنفس تشكيله ولا هيتم بقى تغيير او اخذ وقت مستقطع. ارسال من عصران في مركز 5 رؤوف، ما اشتغلش السريع، الكره كانت بره. وادي ابو صلاح وتايسون سحب ايديه هو ولاعب سنتر الشبكه رقم 17 عمر ايهاب، والكره راحت اخر الملعب خارج الحدود، وكان في لمس شبكه ولا ايه؟ نقطه للنادي الاهلي. احمد صلاح الارسال، تالق ومزيد من التالق يفصلنا عن نهايات الشوط الرابع، والفوز 3-1. وفعلا ادي احمد صلاح بيقول لي ما تكملش، هو التالق ومزيد من التالق لاحمد صلاح، ونقطه باليد اليسرى بالعقل المدبر والحكيم داخل صفوف النادي الاهلي. 20-14، 6 نقاط فارق، تريح شويه النادي الاهلي للوصول للنقطه والعلامه الكامله بثلاث نقاط. وطبعا خساره الشوط دي هيحاسبوا عليها الجهاز، الجهاز هيحاسب عليها اللاعبين، ولكن طبعا المهم تحقيق الهدف والثلاث نقاط، وما يتمش بقى 3-2، لان عارفين حضراتكم 3-2 بيخسر نقطه في حاله فوزه، الفائز بياخد نقطتين والمنهزم نقطه. واحمد صلاح حتى الان 21-14 متالق متفوق متقدم. احمد صلاح على الارسال رقم 4، اقوى ضارب في العالم في 2011، ومحقق النقاط الاول في بطوله العالم في 2015. وادي حسام ودوله الصخره بيد من حديد ياخد بلوك قوي جدا من عصران. 22-14، وقربنا خلاص من المنعطف الاخير لنهايات اللقاء. ثلاث نقاط تفصل النادي الاهلي عن الفوز، ومزيد من التالق والحماسه داخل صفوف نادي الجيش، مفيش مستحيل في الكره الطايره. بتقف على نقطه واحده وتلاقي الفرقه عدلت من نفسها، وده كله وارد وممكن يحصل، ولكن هنشوف بقى خبرات فريق النادي الاهلي اللي بنتمنى انها تنتهي المباراه واللقاء بثلاث نقاط وكره انسايد ولا ايه؟ لا اوت، شاور الحكم الاول وحامل الرايه، في صوت كده تاتش في الديفنس باين ولا ايه مش عارف، ولكن لا في النهايه هي كره لصالح نادي طلائع الجيش. 16-22، وقلنا ما فيش مستحيل وممكن. ارسال قوي عبد العال، استقبال جيد في مركز 4، والعقل اهو عبد العال يلف كده وبريست الايد في منطقه خاليه تماما من الدفاعات، ما كانش لاحق يجي الراجل المرسل وما يعملش دفاعات لنادي طلائع الجيش، ويضرب كده عبد العال نقطه مباشره في ملعب نادي طلائع الجيش. 23-16، وهانت يا اولاد نقطتين. ارسال سريع واستقبال متالق من تايسون، وحائط صد قوي ويرجع للكره كده، وتاني حسام وعادل، وادي دفاعات قويه، وفي ايه هنشوف كره انسايد ونقطه للنادي الاهلي. 24-16، نقدر نقول خلاص النقطه الاخيره اللي قربت النادي الاهلي بالثلاث نقاط كاملين ان شاء الله. ارسال من عبد العال واستقبال مدربك ونقطة فعلا، وفوز مستحق للنادي الاهلي 3-1. ألف مبروك أعزائي. ختاما نتمنى تكونوا استمتعتم مع لقاء مثير وممتع، تحياتي لكم عزب الشرباجي، ومزيد من الانتصارات، ونعود مرة تانية للكابتن حسام والاستديو التحليلي.